أعتقد أنه يعني دائما تكون هناك دوافع سياسية وراء الإعلان مثل هذه الإعلانات. يعني الخبراء السوريين يعني كما يقال نشا فريقهم وهم يعني يناشدون المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة التي تتحرك ولم تتحرك سابقا. يبدو الآن مع يعني انتهاء صفقة الكيماوي ومع يعني إعلان بشار الأسد عن هذه مسرحية الانتخابات ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف، ومع تصاعد هجماته الكيميائية التي لم يعد من الممكن السكوت عليها، يبدو أن هناك يعني فكرة ما لتحرك دولي. إذا في حال كان هذا الشيء مطروح، الأدلة موجودة على الأرض السورية وكما قلت بشكل محسوس وملموس وظاهر للعيان. نعم. طب اليوم سيد عبد الناصر يبدو أنه انتهى وقتنا، ولكن أشكرك جزيل الشكر عبد الناصر العايد المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت ضيفي، شكرا جزيلا لك. ونتابع في الشأن السوري أيضا، تضاربت الأنباء حول موعد البدء بتنفيذ هدنة حمص التي تم التوصل إليها بين قوات النظام والمعارضة قبل عدة أيام. ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر المعارضة أن إخلاء المقاتلين سيبدأ خلال ساعات من الآن، قال محافظ حمص أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ تطبيقه غدا الأربعاء، مشيرا إلى أنه في حال تم تنفيذ الاتفاق سيتجه مقاتلو المعارضة شمال إلى تلبيسة والدار الكبيرة. فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار دخل فعلا حيز التنفيذ. وميدانيا أيضا، أفاد المرصد السوري بمقتل 72 شخصا في الاشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم داعش في دير الزور. كما أكدت شبكة سوريا مباشر مقتل علي حسين النعيمي أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في مدينة بصرة الشام بريف درعا. إلى ذلك أفادت الهيئة العامة للثورة السورية باندلاع اشتباكات في مخيم اليرموك بريف دمشق، وهو ما أدى إلى توقف توزيع المعونات على السكان. وقصف الطيران الحربي حي جوبر بدمشق بالتزامن مع محاولات قوات النظام اقتحام الحي من عدة محاور. في وقت تستمر الاشتباكات في بلدة المليحة ومحيطها في الغوطة الشرقية، مجلس قيادة الثورة قال إن الحر استطاع اقتحام كتيبة للبحوث العلمية شرق أوتوستراد دمشق بغداد والسيطرة عليها. وفي ريف حلب أفيد بسقوط قتلى وجرحى جراء غارة جوية على مدينة إعزاز. وقال ناشطون أن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة استهدف أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حزب الله يقاتل في حلب على جبهات قتال